طيب شكرا لتحت الفرصة. الحاجة المؤسفة بس انه يتكلموا في البداية عن انه الليلة لا الحلقة دي علم لحد الصباح، لكن اتفاجأنا انه الحلقة مهزلة. انصار السنة قاعدين يجوا داخلي، انا ما داير اتكلم عن افكار ولا تفاصيل حقا انصار السنة ولا في حاجة بناقشوها ذاته، انا داير اتكلم عن المهزلة القاعدين وهزلوها في في في, في الداخلية دي بالذات. ما يجي يكبر صوت ويتكلم عن انه نحن ما عندنا مشكلة مع شيوعي ولا انصار السنة ولا كلام الفارغ ده، عندك مشكلة مع 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 الحزب الشيوعي دي حاجة ثانية، لكن في حاجة انك انت ما تلعب بعقول الطلبة انه باستهتار وانه الحلقة كلها تكملها والدبرق وما عارف يحلق لي شيوعي وما عارف، ده كلام فارغ. وفي النهاية انت تجي وتقول انه الانتخابات وتفاصيل زي ده، يعني الحاجة دي واضحة يا شباب. الناس ديل هم ما جماعة دعوية انه عشان يتكلموا عن اصلاح في الدين او التفاصيل ويبلغوكم عن دينكم شنو والحاصل شنو، وهم حتى الفكر بتاع الحزب الشيوعي ذات يطرحوه شنو وينقضوا الافكار، هم قاعدين يثبطوا لتفاصيل معينه بس ما اكثر من كذا، تفاصيل بتخص النظام، نظام المؤتمر الوطني. بيقولوا انه الاحزاب دي مالها، ما اي من حق اي زول ينتمي لجماعه، من حق اي زول ينتمي لجماعه. يعني احنا كل المشاكل بتاع دولتنا وبتاعه المجتمع دي نخليها للدين بس ولا كيف؟ يعني ما يكون في انتخابات ولا يكون في تصويت ولا يكون ولا من حق الطلبه دلهم يوم من الايام يكونوا قياديين في الدوله، ولا من حقهم انهم يساهموا في مشاكل الدوله، ولا من حقهم هم ينقضوا النظام، ولا من حقهم هم يصوتوا. بس المشكله كلها تكون مشكله الدين ولا مشكله الشيوعيين؟ انا بصراحه متابع انه تفاصيل انتخابات الشيوعيين زادوا، ما قاعدين ينزل انتخابات ولا بنزل انتخابات، عندهم فكر ولا قاعدين يجوا يشتغلوا في الداخليه دي، عندهم افكار تفاصيل ومسايقنا بطريقه تحتيه، ما شغالين شغل اعلامي ذاته. عشان تعرف في الداخليه دي يوم في زول شاف له حزب شيوعي سوداني ولا الجبهه الديمقراطيه، عشان ما يقولوا ان الحزب الشيوعي هو قاعد يشتغل بمسميات ثانيه، ولا جماعه حق، دول كلهم شيوعيين ما اشتغلوا يوم في الداخليه دي. عشان انت تيجي تشتغل موازي يوم كامل عشان الحزب الشيوعي، وفي ختام كلامك انك في نص كلامك انك تثبط الناس انه الاحزاب دي كلها كلام فارغ والناس تبعد من الاحزاب، ده اختيار بالنسبه لنا احنا كتنظيمات سياسيه داخل الداخليه دي او داخل الجامعات السودانيه، ده اختيار. لان التنظيمات السياسيه دي اعتمادها 90% على الطلاب، والطلاب هم نواه التغيير في كل المجتمعات العالميه وعلى مستوى الدول دي كلها، الطلاب هم نواه التغيير. وفي زول بيجي بيقول ان الطلاب ديل هم ما ينتموا للاحزاب السياسيه، وبفشل كل الاحزاب السياسيه، فيها احزاب بتستند على الكتاب والسنه ذاته. المشكله وين؟ في تفاصيل، معناتها ما جماعه دعويه انت زول انا والله ما عارف، لكن في الكلام القاعد يحصل ده، في الكلام القاعد يحصل ده محاربه انصار السنه والجماعه اللي ما انصار السنه ذاته ديل، افضل محاربتهم من محاربه الحزب الشيوعي، افضل محاربتهم. الحزب الشيوعي فكره، ما فكره، من حقك تنتمي لحزب شيوعي، من حقك تنتمي لمؤتمر طلاب مستقلين، من حقك تنتمي لكل الحركات المسلحه، من حقك تنتمي لاي تنظيم، دي حاجه بتخصك. لكن في النهايه اي زول بكون متمسك بدينه ده وهو بعرف دينه ده كويس، اي في 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 امكانك تكون انت في فرنسا لكن متمسك بعقيدتك دي كويس، لان دي حاجه فطره. ونحن تديننا تدين فطرة، عشان تكونوا عارفين، ما تدين بتاع السلف ولا بتاع باسطة، ولا نحن تديننا بتاع التصوف وبتاع فطرة عديل، والسودان ده كله تدين وتدين بالفطرة وبالتصوف، عشان ما تغموا الناس ولا تطلصونا وبنعرف ديننا كويس، وتجي ترتك وما ترتك، انا ما عندي لكم شغلة ولا شقال بينصار سنة ولا تحشدوا، تجوا 100 نفر 1000 نفر ما في زول شقال بيكم. المنبر ده كله الان سلف بس ما طلاب، عشان تكونوا عارفين، جايين تجاهدوا، جايين تسوي شنو؟ عشان مبارح الجمهور يشتغلوا منبر ولا عشان شنو؟ ما في حاجه ده بتخليك تجي قدر ده وتقول للطلاب في النهايه انتخابات وما تنتموا الاحزاب والتفاصيل، ما تخلونا نهتر ونمرق من طورنا، ما قاعدين نهتر، قاعدين نتكلم في كلام فكر وتفاصيل جميله، لكن بتجبروا الناس انه تخلوها تهتر، بتجبروا الناس انه تخلوها تهتر، لان دي عقول طلاب، بامكانك انك تناقش الفكر الجمهوري والفكر الشيوعي بطريقه سلسه وتنقط، عشان اذا في حزب في شيوعي نزات في داخلك وينقطك، لكن ما تهتر زايد. شكرا يا زلمه. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. في نقاط كثيره اثار المداخل
والمتحدث الذي نصب نفسه مدافعا عن جميع الأحزاب. ويعني نحن دارين يا أخواننا جينا هنا ما جينا الدسينا أصلا، وقلنا يا أخواننا أي زول يبين منهج للطلاب، والطلاب هو الحكم. ولا نحن جينا كلامنا هنا عن الطلاب، نحن كلامنا عن الأحزاب. لما جيت قلت الطلاب ما عندهم مستقبل وما يمسكوا البلد، نحن ما تكلمنا عن الطلاب. أنا قلت لو بقيت منتمي لواحد من الأحزاب ديل ما حتستفيد حاجة، لأنكم من زمان للليلة ما قدمتوا لنا حاجة، عرفتوا؟ جايك للمسائل دي. أما مسألة قال جايين هنا وسماعات وما سماعات وتشتغلوا وما تشتغلوا، أنت بعظمة لسانك ما قلت الجمهوريين اشتغلوا. طيب من باب الحريات ما يجوز ليه يشتغل؟ من باب الحرية ساي، الحرية بتاعتك دي. ده نمرة واحد. نمرة اثنين قال نحن كلام علمي وما في مهزلة، وجاب حكاية باسطة وما باسطة. هذا شنو ده يعني؟ وطبعا الهتر ذاته ما حفظه كويس، قال نحن بنعرف هتر، وين هترك؟ ما بتسوي حاجة انت. زي ما قال الشاعر زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا فابشر بطول سلامة يا مربع. من أخطر النقاط اللي قال يا أخواننا إنه قال من حق الإنسان يبقى شيوعي أو يبقى مستغل أو يبقى أي حزب تاني. الحق ده منه؟ الحق ده منه؟ الأمر بأنك تبقى كده وما تبقى ده منه؟ ده عن ربنا سبحانه وتعالى. ربنا قال ولا تكونوا من المشركين. نحن كعبين خلاص، نحن كعبين، نحن بتاعين هتر خلاص، بتاعين هتر. خلينا نحن جيب المصحف، مش قلت نقاشك علمي؟ ليه ما جبت لك ولا آية ولا حديث ضعيف ذاته ما جبته؟ فهمت؟ جيب آية تعارض الكلام اللي جبناه ده. ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم شنو فرحون. يا أخواننا أي زول كورك من برا خلوه، لأنه شغل بتاعنا ده حار. أنت ما شايف الشغلة دي؟ ما في زول بيقدر يصرح. وانت ركزوا معي يا طلبة يا محترمين، ركزوا معي. أي إن شاء الله أي مداخل يجي خاش هنا غايته إلا يكون ما طبيعي، لكن في الغالب ما بصرح بأنه منتمي لوين، لأنه لو جبه جاي نحن بننجم ونجام شديد. عشان كده الواحد بيجي يحاول يدافع عن الشيوعين ويرجع، تاني يحاول يدافع عن ديل ويرجع. انت منتمي لوين؟ وانت نصبك تدافع عن الأحزاب ديل منه؟ يمكن يكون الأحزاب ديل متكيفين اننا بننتقدهم، لأنهم عندهم حاجة اسمها النقد الذاتي، برضو نحن عندنا النقد الخارج من الذات. فهمت؟ فيمكن يكون متكيفين. ولا انت واحد من الأحزاب ديل، عرفتها؟ ولا انت واحد من الأحزاب ديل، فده نمرة واحد. نمرة اثنين ما تكون معهم. ربنا قال إن الذين فرقوا دينهم، أنا بجيب لك آيات وإنت داير تجيب لي كلام سيوري نظري ساي، ده ما بخش لنا هنا في راسنا. فهمت؟ الباسورد بتاعنا هنا بيكفي طوالي، عرفته؟ فربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم شنو في شيء. يبقى النقاش العلمي إنه والله صح دي آية لكن ما تدل على ذلك. إن زي شنو؟ زي مثلا الأستاذ في الامتحان يسألك سؤال معين، يقول لك جيب لي خصائص الخلية مثلا، أنت تجيب له مكونات الخلية، وسألك عن حاجة وأنت جاوبت عن حاجة، ده يبقى النقاش العلمي كده. هل ده ينطبق؟ لا ده ما ينطبق. هل ده سؤال علمي؟ ما سؤال علمي. يبقى الكلام كده. لكن أنت تقول لي لا أنت فشلت الأحزاب، والله أنا ما فشلتهم، هم براهم فاشلين. أسي الأحزاب دي لها كم سنة عملت شنو؟ بكرة التجمع جاي، زي بكرة بتاع الفول، بكرة الليلة كاش وبكرة بلاش. تجي بكرة يقول لك أقرأ الليلة كاش وبكرة بلاش. تاني تجي يقول لك لا بكرة أقرأ الليلة كاش. وين عملت شنو؟ الحزب الشيوعي وينه؟ المستغلين وينهم؟ عرفته؟ الناصرين وينهم؟ ما في حزب ذات، أحزاب منتهية تعبانة، عرفته؟ ده نمرة واحد. نمرة اثنين الأحزاب دي قلت لك عقائدة كفرية، أنا قلت لك ما هترتها. وبعدين انا لما جيت قلت لك والدبرك والكلام ده ادبياتكم اللي بتقولوها في المنابر، بكره التجمع جاي والطلبه ضحكوا، ما ضحكوا من ادبياتك اللي بتلم بها الطلب عشان يسمعوا كلامك اللي بتقوله منطقي، هو ادبياتك بتضحك، معناها جوا كلامك حيبقى شنو؟ عرفتها؟ فيا اخواننا زول يقول كلام ذاته كلام يخش العقل. خلي نقاشك نقاش في العظم، نقاش يكون في العظم. فهمت؟ انا جيت قلت الزول بيقول انه الله ما في، انت ناقشني في الموضوع ده، زول بيقول الله ما في، وانا قلت لك دليل العقل. اي حدث لا بد له من محدث، واي محدث لا بد له من محدث. انا قلت الكلام ده عشان كده قلت لك انت يا شيوعي لو انكرتني في الحقائق العلميه الثابته
بقوم يعني بناقشك وبحاورك وبجادلك وبقيم عليك الحجة بما تؤمن به أنت بالمادة. لما أنا أضربك ده من الحواس الخمس ولا ما منها؟ من الحواس الخمس. أنا قلت لك لما أضربك أنت حتقول في زول ضربني، في زول ضربني، عرفتها؟ معناتها هذه الضربة لها ضارب. كذلك قلت لك الكون ده لابد له من شنو؟ من خالق بالنقطة العظم، عشان ما تجيني فشلت الأحزاب وما أحزاب وأحزاب فاشل. أحزاب رسلوك أنت دي ما أحزاب فاشل أسي؟ طيب والله أنا غايزني الكلام ده. ولا الليلة زول ما جاء انتقدنا يا أخي، انتقدنا انتقاد علمي، نحن لا جبهجية، والجبهجية ذات الانتماء لهم حرام، تبقى كوز جبهجي حرام. ولا برا الآية دي، ولا برا نحن ذاتنا لو عملنا آية، لو عملنا جماعة حرام، تنتمي لأنصار السنة حرام، في شنو تاني؟ حرام. ربنا والدليل شنو؟ الدليل الآيات، ربنا قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم شنو؟ في شيء. يا اخواننا الناس دي نقنعهم بشنو؟ كده ورونا كده نقنعكم بشنو؟ إذا ما اقتنعت بكلام رب العالمين. عشان كده ربنا عز وجل قال ولا تنازعوا، ركزوا معي في الآيات، ما في ناس بيشوش عليك عشان انت ما تسمع من بعيد، عرفتها؟ ربنا قال ولا تنازعوا فتفشلوا وشنو؟ وتذهب ريحكم. بعدين عشان تعرف أحزاب فاشلة من ناحية بتاعت كفر، كفر أمريكا الكافرة الكبيرة دي فيها كم حزب؟ اثنين بس. هنا في كم؟ في كم؟ في الحزب الشيوعي وحق الجديدة وحق الحق ذاته بقى اثنين، حق الجديدة وحق الحديثة، والجمهوريين وأنصار السنة بقوا خمسة، عرفتها؟ والكيزان غازي صلاح الدين، مؤتمر وطني، مؤتمر شعبي، ما أعرف ليك مين. بعد شوية تاني عندك صوفية، أسكت خليهم. فرقوا الأمة، الكفار ما تفرقوا قدر ده، اتفرقوا. ده غير حزب الأمة الجناح القومي وحزب الأمة ما أعرف مسار ونهار والفيدرالي إلى آخر، اتفرقت الأمة. نحن الفشلنا، نحن قلنا لمسار أمرق من الصادق المهدي، نحن قلنا للفيدرالي أمرق من الصادق المهدي، نحن قلنا للحاج وراق أمرق من الحزب الشيوعي، عرفته؟ فده كلام غريب ذاته، كلام عجيب وكلام غريب. يا أخوان أنا دارين كلام منطقي. أنا ذاتي لما قعدت هناك والود مسك المايك أنا قلت والله الليلة حيكون في كلام، أنا ذاتي إلا أنقلب من الكنبة بورا، لكن الشغلة ساكت. طيب والله هي يا أخوان الطلبة الزول بيضحك في شيء، بيضحك في شيء، بيضحك. أسي عليك الله لما انتهي تلقى لك زول بينكر وجود الله، ما بتضحك فيه؟ حاجة واضحة واضحة، عرفتها؟ طيب قال الشيوعيين ما بينزلوا انتخابات، عشان تعرف أها أنت تبع منو. الشيوعيين اللي بيعرف إنهم بينزلوا ولا ما بينزلوا دياتوا فيهم، ده اللي بيكون منهم صح ولا ما صح. انتوا كده يا شيوعيين كده الزول ده يعني منكم ولا نحن بس دارين يعني الشغلة دي تروك شوية؟ يا ناس جيبوا لنا ناس عاقلين، الله يهديكم، أنا والله ما قادر أتكلم ذات، جيبوا زول عاقل. مرة 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 انت الشيوعي ما بتقدر عليه، والشيوعي ما أقول أنا لامي فيه وين عشان أقدر عليه؟ هو وين الشيوعي؟ هو وين الشيوعي؟ حبابك الشيوعي تعال، والله تجينا هنا الشيوعي تعال حبابك وينه؟ نفتح لك الفرصة. طيب قال تاني قال مهزل أو ضحك، وده كلام ساكت. يا أخو الطلبة ذاتهم خليه يضحكوا، جوم شيوعيين كرهوم، جوم أنصار السنة كرهوم، جوم جمهوريين اتنفضوا من وين كرهوم، ما يضحكوا فيها شنو يعني؟ بس يعني انت بيصرطك دي بتحل مشكلة البلد يعني؟ قلبت الكيزان ناسي بيصرطك دي؟ الشيخ بكر عندك رد على الزول ده؟ فرصة مفتوحة للمداخلات. بس معلش معلش يا أخونا، الزول ده قال نحن نشأنا التصوف وكده، وده التفكير الدغمائي ذاته. انت ما بتقول، انا بفتح لك فرصه بس معلش، دار اعقب على نقطه نسيتها، عرفتها؟ قال نحن اصلا فطرتنا صوفيه، نحن يا اخواننا ربنا قال هو الذي سماكم شنو؟ المسلمين. نحن مرجعيتنا ما التصوف، نحن مرجعيتنا القران والسنه. والتصوف قلنا لك من الانتقاد علينا، من الانتقاد لنا على التصوف انهم بيدعوا غير الله، وده كفر زي ما قال القران. بيدعوا انه شيوخهم بيعلموا الغيب، وده كفر عندنا في زي ما قال القران، كلام ده كفر. وبيدعوا انه الشيخ ذاته بيصل مرحله هو بيبقى رب العالمين، وده عندنا باطل وكفر والحاد زي ما قلنا لك.
وعندنا قلنا لك الصوفية بيقولوا إنه الشيخ بيتصرف في الكون وإنه تنده الشيخ في الشدائد، ده كله قلنا لك في 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 الصوفية انتقدناهم لك. أنت لو صاحبي تعرف الدين تمام عرفته، وقال أنا إحنا الدين بناخده بالفطرة، الدين بياخده من الكتاب والسنة. ربنا قال فإن تنازعتم في شيء فارجعوا للفطرة. طيب ربنا مرسل رسول كريم ليه؟ وجبريل عليه السلام ينزل في 23 سنة ليه؟ عشان تقول لي بالفطرة، فطرة منه ذاته؟ وانت لو عندك فطرة صحيحة بتدافع عن الشيوعيين عرفتها؟ فالتصوف ده منهج باطل. انت لما تجي تناقشنا قول لنا اخواننا انتقادكم للتصوف في النقطة المعينة كان فيه ظلم، ولأن الصوفية ما قالوا كده، انتقادكم للشيوعيين في انه بيلحدوا بيقولوا الله ماف، ده انتقاد باطل، لأن الشيوعيين ما بيقولوا كده. شيوعيين ده الناس بيصلوا وناس بيغيموا الليل عرفتها، وناس كده وبيخافوا الله، والخالط بيحرموه لو لقوا اثنين خالطين بينصحوهم الى اخر. قول لنا كده، قول انتقاد الناس يعني يصدقوك فوقه، لكن ما تجي تتكلم لي كلامك ده. معلش يا اخونا، بس حبينا نبين النقطه دي. تفضل.